الميقات. أخي الحاج، إذا وصلت إلى الميقات أو كنت بمحاذاته فاغتسل وتنظف وطيب بدنك، ثم البس ملابس الإحرام وهي الإزار والرداء، وللمرأة أن تلبس ما تشاء من الملابس الساترة من غير زينة أو تبرج، ويستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة الفريضة إن كان الوقت وقت فريضة، وإن لم يكن وقت فريضة فلك أن تصلي ركعتين ناويا بهما سنة الوضوء. ثم انوي الدخول في النسك الذي تريد، فإن أردت الإفراد فقل لبيك حجا، وإن أردت القران فقل لبيك عمرة وحجا، وإن أردت التمتع فقل لبيك عمرة. ثم اشرع في التلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأكثر منها حتى تصل إلى مكة وتشرع في الطواف. وتذكر أنه بدخولك في النسك فإنه يحرم عليك فعل أشياء حتى تتحلل من إحرامك، وهذه الأشياء هي محظورات الإحرام، فلا تلبس المخيط وهو ما كان مفصلا على الجسم أو بعضه، ولا تغطي رأسك بملاصق، ولا تأخذ شيئا من شعر الرأس أو البدن، ولا تتطيب، ولا تقلم أظافرك، ولا تقتل الصيد البري، ولا تعاون على قتله، كما يحرم على المحرم عقد النكاح أو جماع أهله أو مباشرتهم بشهوة، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. وصول مكة. فإذا وصلت إلى المسجد الحرام فقدم رجلك اليمنى قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وادخل بخضوع وخشوع وتعظيم لله عز وجل مستحضرا بذلك نعمة الله عليك أن يسر لك الوصول إلى بيته. الطواف. ثم تقدم نحو الكعبة، وقبل شروعك في الطواف اقطع التلبية، ثم اجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفيه على كتفك الأيسر، وهذا هو الاضباع وهو خاص بهذا الطواف. ثم توجه نحو الحجر الأسود، فإن تيسر لك تقبيله بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد فافعل، وإلا فاستلمه بيدك، أو أشر إليه بيدك اليمنى قائلا الله أكبر، واجعل البيت عن يسارك، واشتغل بذكر الله والدعاء والاستغفار، وأسرع المشي مع مقاربة الخطى في الثلاثة أشواط الأولى، وهذا ما يسمى بالرمل، وامشي في البقية مشيا عاديا. فإذا وصلت إلى الركن اليماني وهو الركن الذي يسبق الحجر الأسود فاستلمه بدون تقبيل إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فلا تشر إليه من بعيد، ويستحب أن تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وطوف بالبيت سبعة أشواط
مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به، مكبرا كل ما حازيته، فاعلا في كل شوط ما تقدم. وبعد فراغك من الطواف أعد رداءك على كتفيك، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلي ركعتين خفيفتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ولا تزاحم الطائفين. ويستحب أن تقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. السعي. ثم توجه بعد ذلك إلى المسعى، فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقل: أبدأ بما بدأ به الله، ثم اصعد على الصفا واستقبل الكعبة، واحمد الله وكبره ثلاثا رافعا يديك على هيئة الداعي، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. كرر ذلك ثلاث مرات، وادعو بينهما بما تيسر لك، ثم انزل واتجه إلى المروة، واجتهد في الذكر والدعاء والثناء على الله تعالى. فإذا وصلت إلى العلم الأخضر الأول، فاسرع المشي واركض ركدا شديدا بقدر ما تستطيع من غير أذية لأحد، حتى تصل إلى العلم الثاني، ثم امشي مشيا عاديا حتى تصل إلى المروة. فإذا وصلت إلى المروة فافعل عليه مثل ما فعلت على الصفا، وبذلك تكون قد أتممت شوطا من أشواط السعي السبع. ثم انزل عائدا إلى الصفا، ماشيا في موضع المشي، مسرعا في موضع الإسراع، وهكذا حتى تتم سبعة أشواط، مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة. الحلق أو التقصير. فإذا أتممت سعيك، فإن كنت متمتعا فاحلق شعر رأسك أو قصر حتى تتحلل من إحرامك، وبذلك تكون قد أتممت عمرتك، وحل لك ما كان محرما عليك من محظورات الإحرام. وعليك البقاء بمكة حتى تحرم من مكانك بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وإن كنت قارنا أو مفردا فابق على إحرامك حتى ذلك اليوم. يوم التروية. فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، فاحرم من مكانك الذي أنت فيه، ثم اخرج إلى منى وصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل في وقته قصرا بدون جمع، وأكثر من التلبية والدعاء وذكر الله تعالى. الوقوف بعرفة.
فإذا طلعت شمس التاسع من ذي الحجة فسر إلى عرفة وصل بها الظهر والعصر جمع تقديم قصرا بآذان واحد وإقامتين، وتأكد من وجودك داخل حدود عرفة وابق بها حتى تغرب الشمس، واجتهد في الذكر والدعاء والتضرع مستقبلا القبلة رافعا يديك إلى السماء مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإفاضة إلى مزدلفة. فإذا غربت الشمس فسر إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثر من التلبية ولا تؤذي إخوانك المسلمين. وعند وصولك مزدلفة صلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبت بها تلك الليلة حتى تصلي الفجر، وأكثر من الدعاء والتهليل والتكبير بعد صلاة الفجر مستقبلا القبلة رافعا يديك إلى قرب طلوع الشمس. رمي جمرة العقبة. وقبل أن تطلع الشمس سر إلى منى رافعا صوتك بالتلبية، فإذا وصلت إلى جمرة العقبة الكبرى وهي قريبة من مكة فقطع التلبية وارمها بسبع حصيات متعاقبات رافعا يديك مع كل حصاة قائلا الله أكبر. التحلل الأول. وبعد الرمي اذبح هديك إن كان عليك هدي، ثم احلق شعر رأسك أو قصره، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قيد أنملة، وبذلك تكون قد تحللت التحلل الأول، وأبيح لك كل محظورات الإحرام إلا النساء. طواف الإفاضة. ثم اغتسل وتنظف وتطيب وانزل إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، واسعى بعده سعي الحج إن كنت متمتعا، وكذلك إن كنت مقرنا أو مفردا ولم تسع مع طواف القدوم. وأما إن كنت قد سعيت مع طواف القدوم فلا تعد السعي مرة أخرى، وبذلك تكون قد تحللت التحلل الأكبر، ولك أن تؤخر الطواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى حين تنزل إلى مكة. المبيت بمنى. وبعد طواف الإفاضة عد إلى منى وبت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن أردت التعجل، وإن تأخرت وغربت عليك شمس يوم الثاني عشر فيلزمك المبيت بها ليلة الثالث عشر أيضا. والمبيت بمنى في هذه الليالي واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه أو التهاون فيه من غير عذر. رمي الجمار. وعليك في كل يوم من هذه الأيام التي تبقى فيها بمنى أن ترمي الجمرات الثلاث، وتبدأ بالجمرة الصغرى وهي أبعدهن من مكة، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ترمي كل واحدة منها بسبع حصوات متعاقبات مكبرا مع كل حصاة، ويسن لك أن تقف للدعاء بعد الانتهاء من الجمرة الأولى والثانية مستقبلا القبلة رافعا يديك، ولا تقف للدعاء بعد الثالثة.
فإذا رجعت إلى مكة وأردت السفر إلى بلدك فلا تخرج منها حتى تطوف بالبيت طواف الوداع 7 أشواط ليكون آخر عهدك بالبيت، ويرخص للحائض والنفساء ترك هذا الطواف، وبذلك تكون أعمال الحج قد انتهت. نسأل الله أن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا وذنبك مغفوراً.